كرمت مؤسسة قطر الدولية طلاب مدرسة مصعب بن عمير الثانوية البنين وطالبات أيضا ثانوية قطر للبنات لمشاركتهم في مسابقة إنشاء مشاريع خدمة مجتمعية التي تنظمها المؤسسة سنويا. طبعا مدرسة مصعب بن عمير الثانوية المستقلة البنين حريصة دائما أن تقدم للطلاب وللمجتمع خدمات غير التعليمية. فحقيقة مشاركنا في برنامج تستحق قطر وتبناه طلاب من مدرسة مصعب بن عمير الثانوية وقام بتمويله لقطر فاونديشن انترناشونال، ونحن حريصين دائما أن تكون فيه تنوع في مجال الدراسة مع المجتمع الخارجي. المشروع كان عبارة عن ورشات عمل، وأن ننزل في أعمال تطوعية، يعني أشياء ميدانية نسويها. اللي كنا ناخذه في ورشة العمل كنا نقدمه بشكل يعني عملي ونجرب ونستفيد منه. حطينا جدول برنامج نمشي عليه، قمنا أول زيارة لمرضى أمين بمؤسسة حمل الطبية وزرعنا معاهم، كان عندهم نفس أحواض حاطينها، زرعنا معاهم الأشجار ورحنا على كورنيش الدوحة، قمنا نوزع ورود على العائلات بحيث أن نزرع الفرح في العائلات هذه. ونفس الشيء كنا نوزع على الرياضيين اللي يتمشون يلعبون رياضة، نوزع عليهم مثلا ماي وتفاح، أشياء كانت تفيدهم في عمل الرياضة وتحفزهم زيادة. والحمد لله طلعنا بصورة جيدة، واليوم كان اليوم الختامي، حضورنا وحضور الشباب ما قصروا. برنامج ويسر قطر هو برنامج يحفز الطلاب المراهقين على خدمة على تطوع في المجتمع، وبعد يطور مهارات كثيرة في الطلاب مثل public speaking وغيره، وبعد حسسني عضو فعال في المجتمع، حفزني أني أسوي مشروعات خاصة في المستقبل.